يا مرحبا فيكم حبايبنا، ان شاء الله تكونوا بخير وصحة جيدة. اذا قل رد مثل ما وعدتكم بالمرة الماضية او بالفيديو اللي سبق، انه حنحكي شوي عن كيف بنتسوق من العطور، او اطفالي هو الثلاث عطور اولادي اللي انتجناهم جديد الحمد لله بفضله. ورح اذا قل رد حاول يعني اوصل هذا الفيديو بتسجيل كيف بتقدروا تفوتوا على الموقع وتشتروا العطور او تشوفوا شو نوتاته وتطلعوا عليها، وان شاء الله تنال اعجاب الناس اللي يعني جربت واخذت اذا الله راد، او اللي راح تاخذ وتجرب، وان شاء الله كله حيكون او يليق بذوقكم وبمقامكم. عطورات برجع بقولكم الكواليتي كواليتي نيش، ولكن هي اسعار ديزاينر، وعملت يعني جهدي كتير 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 انه يكون الاسعار بهاي الحدود وما تطير كتير، لحتى نقدر انه نتوسع اكتر ونكون يعني منتشرين عالميا اكتر، وبالتالي كمان الناس اللي ما عندها القدرة الكبيرة انه تروح لعطور النيش، لا هي اسعار يعني اذا الله راد مدروسة وكويسة، وان شاء الله ما بنقصر مع حدا. محبتي لكم كتيرة. خلونا نشوف الفيديو كيف بنفوت على الموقع، اللي هو رح حط لكم انا كمان اللينكات والروابط تحت بصندوق الوصف باسفل الفيديو، فيكم تفوتوا على الروابط. التنويه صغير انه انا كنت افضل انه الموقع يكون بس انجليزي، يعني ما يدخل عليه لغات تانية، لانه ما بيساوي مشاكل بالتشيك اوت وبالسيكوريتي وهالقصص هاي. ولكن يعني راعيت جنب انه ممكن بعض الاخوة اللي ما عنده لغة بحب يفوت يشتري باللغة العربية، مع انه انا ما بفضلها يعني ما حبيت الطريقة، ولكن عملنا بالموقع قسم خاص باللغة العربية، رح تشوفوا انتو بالمنيو فوق ورح تلاقوا العربية. اذا واجهتكم مشاكل بفضل انه يعني تشتروا عن طريق الموقع اللي باللغة الانجليزية، مثله مثل اي موقع تاني يعني موجود على الانترنت وبيبيع او موجود فيه العطر. هيك المقدمة، ورح نقول لكم هلأ دوري كيف فينا نفوت نشتري من الموقع. يسعد اوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. رجعنا عن جديد، رح فرجيكم كيف ممكن تفوتوا على الويب سايت الموقع تبع العطور وتقروا عن العطورات، واللي حكينا عن عطوراتي اذا الله راد، وكيف فيكم تفوتوا تشتروا يلي بحب يشتري ويجرب. ومن هون رح نكتب هلأ، وبالمناسبة الروابط رح تشوفوها أسفل الفيديو تحت بالوصف، رح حط لكم الروابط. هلأ في عند www.first واحد يعني cent of norway dot no، هيك حيكون العنوان تبع الويب سايت. كمان رح يكون طبعا اذا بتلاحظوا فوق في شهادة ال HTTPS اللي هي شهادة للسيكوريتي، ولحتى يكون امن الشراء عن طريق الفيزا كارد يعني الكريدت كارد او عن طريق الباي بال، هون حتشوفوا ال HTTPS. الموقع رح يفتح معكم بهالطريقة، هذا فيديو حيبقى يتحرك بس على هذا البراوزر ما عم يشتغل الفيديو، ولكن رح تشوفوا هون في عنا لو كبرنا شوي هون يعني الشكل، رح تشوفوا هون في عندي الهوم اللي هو هاي الصفحة، وفي الشوب اللي هو اللي فيكم تفوتوا تشتروا منه، وفي الانترناشنال كولكشن يلي انا بفضل نحكي عنها بعدين، هاي يعني ما تشتروا منها حاليا الا لحتى يعني نحكي عنها بتفصيل افضل احسن لكم. وفي الكاستمايز يور فريجرانس يلي بحب يخصص عطور خاصة لإله، من هون بقدر يفوت يلحق الوزرد، كمان ممكن نحكي عنها
بفيديوهات لاحقة. وهون التشيك اوت راح تلاقوا فيه الكارت وراح تلاقوا الوش ليست، يعني هون السلة وهون يعني رغباتك من العطور، وهون راح تشوفوا الماي اكاونت اللي هو حسابك واباوت اس والكونتاكت والاسك كويشنز. هلا وهون راح تلاقوا العربية. هون نقطة كتير مهمة، انا بفضل انه تستعملوا الواجهة اللي هي انجليزي اكتر من انه تكون الواجهة عربية. الواجهة العربية اذا بيجي هون عليها وبروح على نافذة جديدة ما رح يكون بقوة الانجليزي، ولكن يلي ما بيقدر يتعامل بالانجليزي رح يلاقي هاي الواجهة يلي هي بالعربي، ورح يشوف هون العطورات يلي ممكن يفوت يشتري منها، وهون رح يروح على المتجر لحتى يفتح ويشوف العطورات الموجودة هون. ولكن لو رجعنا هون على النافذة اللي بالإنجليزي، هون لو رحنا رح تلاقوا طبعا هون بالويب سايت العملة المحلية، وهون العملة المحلية تبع النرويج، وهون رح تلاقوا العملة بالدولار. عزبوني شوي لحتى قدرنا يعني نتفق مع الشركة كيف ممكن يصير هذا التكنيك. هلأ عندي إذا بدي روح على الشوب اللي هي بدي يفوت على الشوب اللي بدي روح اشتري من هون، يمكن بالبداية شوي تحسه بطيء، ولكن هو يعني سيكيور وآمن أنكم تفوتوا تشتروا. هون راح تلاقوا عطر أوتزم، راح تلاقوا عطر سلمى، وراح تلاقوا كوليكشن إذا بتحبوا تاخدوهن ثلاثة مع بعض، وحتلاقوا الإكستاسي. هون مثلا فتوا على الأوتزم. الأوتزم بالمناسبة كتير غالي على قلبي، راح أحكي لكم قصته للأوتزم وقت أعمل ريفيو عليه. هون حتشوفوا سعر العطر وحتلاقوا السايز، طبعا 50 ملي حاليا ما في، ولكن هو 100 ملي. وحتشوفوا وصف عن العطر، وهون وصف عن العطر، وفيكن هون تضيفوه للسلة أو لتعملوا بعدين عليه تشيك اوت. هيك هو هذا الأوتزم، حتلاقوا هون يعني سهل كتير السايت انكم تفوتوا وتشتغلوا عليه حتى لو بالانجليزي يعني. اما اللي ما بيحب في هون رح يلاقي القسم العربي بالمتجر، وحيقدر يفوت مثلا يختار العطر اللي بده ويقرأ عنه شو هو التوحد. انا سميته بقصة كتير يعني بتعني لي، سميته على اسم المرض يلي بيعاني منه ابني، وراح احكي لكم عليه ان شاء الله بس نعمل ريفيوز. وهو يعني غالي كتير على قلبي. هون راح نرجع على الواجهة الانجليزية. طبعا هذا السوق اللي هو مثل ما قلنا الشوب، فيكن تختاروا عطوراتكم من الشوب. طبعا في هون الكستمايز، وكمان خلوها لبعدين بنعمل فيديو عنها وبنحكي. لكن الان انا بفضل انه تروحوا للعطورات يلي قلنا عنها اللي هن ثلاثة، الاوتيزم والاكستاسي وسلمى. ولكن اللي بحب يجرب الباقي له الحرية انه يختار، بس حاليا بفضل انه تروحوا لهول يعني لحتى اقدر اشرح لكم عن الباقي وتاخذوا فكرة اكتر عن الباقي بمصداقية وصراحة. هلأ في عندي كمان اذا بدكم تفوتوا على يعني من هون على الباقي او على الهوم بيج، فيكن تكبسوا على الشعار وبتروحوا على الهوم بيج مباشرة. وبعض العطورات راح تلاقوا الى صفحات خاصة
شايفين الفيديو هلا اتحرك مرة ثانية رجع اشتغل. مثل ما قلت لكم على تشيك اوت رح يكون في عنا الكارت والوش ليست، وهون الشوب يلي فيكم تتسوقوا منه، والكونتاكت يلي فيكم تتواصلوا مع التكنيشن والسبورت الكاستمر سبورت للموقع. ولكن إلي رجاء عنكم بدون ما نطول أكثر من هيك عليكم، بس إلي رجاء عنكم القناة أو أنا ما إلي علاقة بالسبورت وقت تشتروا أو وقت بدكم تابعوا الشحنة تبعيتكم أو وين صارت أو وصلت أو ما وصلت أو إلى آخره. بتمنى أنه ما يكون المراجعة على اليوتيوب، تتواصلوا مع الكاستمر سبورت بالموقع، هن اللي مسؤولين عن هذا الموضوع وعن تسويق العطور وعن مساعدة الناس والزبائن وكل شيء بيختص بالموقع. هيك ما إلها علاقة القناة بهذا الموضوع، إلا أنا عم أقولكم أنه هاي عطوري وهاي مواصفاتها وهذا الموقع اللي فيكم تفوتوا حاليا تشتروا منه. الفيديو الثاني وقت بدنا نحكي رح نحكي على إن شاء الله للأخوة يلي تواصلوا معي وحابين يكونوا هن يعني الوكيل الحصري بمناطق معينة. لسه بعدني ما يعني ما اختمرت الفكرة برأسي، لأنه في كتير تواصل مع شركات، ولكن يعني اللي بحب كمان بهذا الموضوع يطرح أو يدلي بدلوه لنتفق كيف ممكن يكون في وكيل لهي العطور بمناطق الخليج والشرق الأوسط الحبيبة على قلبي كتير. ومثل ما قلت لكم بالنسبة للسعر وقت شفتوه هون راح تشوفوا الأسعار يعني كتير معقولة، لأنه أنا عامل على الأقل هلأ بداية خصم ما بيقل عن 30% عن العطور وعلى هول ثلاث عطور أوتزم وسلمة والإكستاسي. هلأ مثلا نحن لو فتنا بدنا الأوتزم، بدنا نشتري الأوتزم مثلا، بنفوت بنعمل كتير سهل، شايفين هون حاطط لكم free shipping worldwide، وراح يكون shipping مش باكج كرتونة لأنه كتير راح يكون غالي من عندي، واخترت انه يكون هو envelope ظرف فيه bubbles ومحمي من جوا، وبهالطريقة راح اشحن العطور اذا الله راد. هون اذا عملنا add to cart راح تصيروا تشوفوه وقت انا ضيفه للسلة، راح تشوفوه راح للسلة هون، وكتب لكم انه اضيف للسلة هون، راح تطلع لكم نافذة حاليا ويقول لكم انه هذا اضيف للسلة. طبعا الاوتيزم مثل ما قلنا للرجال والنساء، عطر نيش بكل المقاييس. هلأ خلصتوا، اذا بدنا بعد ما اخذنا للسلة فينا نعمل له التشيك اوت من هون، بروسيد تو تشيك اوت. هلا هون في شغله كتير مهمه ضروري تنتبهوا لها للاخوه الموجودين بالنرويج وموجودين بالنمسا وفنلندا والسويد وبريطانيا، كمان امريكا، بس لسه امريكا بعتقد ما فتحت، سويسرا، يعني تقريبا اغلب اوروبا راح يكون في البنك، بنك كلارنا عامل هو المسؤول عن تقسيط، اذا حبيتوا تاخذوا عطوركم بالتقسيط تدفعوها كل شهر. حيكون كلارنا يعني معروف البنك وشركة كتير محترمة، أخذت عاتقة أنه تعطي الزباين بالتقسيط بالمناطق الأوروبية مثل ما ذكرت لكم، وفيكن تفوتوا تشوفوا هون what is كلارنا وتشوفوا كيف ممكن تحمل أو تعملوا حساب وتشتروا بهاي الطريقة عن طريق كلارنا، أو إذا حبيتوا تروحوا للبيبال أو تروحوا للكريدت كارد وتعملوا بليس أوردر. هيك مثل ما قلت لكم كلارنا راح تكون يعني مسؤولة عن تقسيط العطور، إذا حبيت تاخذوا بالتقسيط بتصير تدفعوا كل شهر، وبالمناطق اللي أنا ذكرتها
لكن بالمناطق الحبيبة ببلادنا العربية صعب لسه، ولكن فيكن تدفعوا عن طريق الباي بال أو عن طريق الكريدت كارد. هيك طريقة كان طريقة كيف بدك تتسوق. وهون هيكون يعني إذا الله شيء مرتب ومنيح، وإذا واجهتكم مشاكل فيكن تحكوا مع أو تتواصلوا مع الكستمر سبورت عن طريق الكونتاكت هون. برجع بقولكم كمان في هون القسم العربي، ولكن أنا بفضل تروحوا لل يعني الموقع الإنجليزي حيكون أفضل. هلأ هون كمان لأي من الأخوة يلي بخربت مثلا وكتب www بدون 1 cent of Norway، حط cent of Norway، رح ياخدوا .no .no، شايفين هون رح ياخدوا الموقع مباشرة للموقع الأساسي، هو دغري رح يكون سيكيور أكتر، فبس بيكبس على البروسيد وبيروح على الموقع الأساسي أوتوماتيكلي بدون ما يحط حاله يعني بسكشن السيكوريتي تبعه قليل. وكمان لو كتب www cent of Norway .com كمان حياخده أوتوماتيكلي لنفس المكان اللي هو الموقع السيكيور اللي هو 1 cent of Norway. هيك كان الفيديو معنا لكيف تشتري. وهون مثل ما قلت لكم هاي دعاية لكلارنا يلي انه فيك تاخد عطورك هلأ وتدفع بعدين للدول يلي قلنا عنها بالوصف قبل شوي. رح تلاقوا اللينكس محطوط تحت الفيديو تماما. وهون رح نحكي بفيديوهات لاحقة عن باقي أقسام الموقع. وهون إذا بتحبوا تاخدوا الثلاث عطور مع بعض إلى سعر معين، فيكن كمان تطلعوا عليه وتشوفوا النوتس والأكورد تبع العطر، بالإضافة أنه رح نحكي نحن عن باقي العطور لاحقا إن شاء الله ونوصفها وأنتوا رح أترك لكم للأخوة هذا تقييمة، وإن شاء الله رح نتواصل مع الأشخاص يلي كتبوا لي وحابين يكونوا الوكيل الحصري. لسه في مناقشات، وأي حدا منكم عنده الإمكانية وعنده يعني المقدرة أنه يشيل هذا القسم من هذا البزنس، فإن شاء الله بنتواصل مع بعضنا. فيكم تتواصلوا كمان مع الموقع. محبتي لكم وكونوا بخير. شايفين هون فيكم تقلبوا كمان للدولار. محبتي لكم، كونوا بخير وبأمان رب العالمين وحفظه. وشكرا لكم جميعا